يا هدى، يبقى احنا اول واحدة لسه حلنا، اللي حلها آدم بتقول تمام. الإجابة هتكون حجز تلاتة المتميز وعشرين على المنهج كله. أول حاجة مساحة المربع طول الضلع في نفسه 5 في 5 في 25. تاني واحدة حليتها هشام، 200 زائد 13، لأن 3 زائد 10 13، تبقى 213. المعادلة اللي بتحقق الدمج، قلنا أول ما نشوف أقواس تبقى دمج، بس هنلاقي في نفس الوقت ان في اقواس عند الباء، يبقى الباء مش هناخدها. ليه؟ عشان الباء عمل حاجتين، بدل وعمل دمج، واحنا عايزين دمج بس. طيب رقم 5، بنقول اي المعادلات التاليه هنا 4 زائد 3 في 7 ناقص 2، ايه اللي احنا هنبتدي بيه يا هدى؟ الضرب ولا الجمع ولا الطرح؟ قلتي اجابتك ايه يا هدى؟ اللي طلعت قلت الإجابة كام؟ إجابتي ألف كانت ولا تلاتة باء ولا وعشرين جيم ولا دال؟ 17 ولا 23 ولا 47 ولا 32 يا هدى؟ ها يا هدى، إيه الإجابة يا حبيبي؟ تلاتة وعشرين عارفاها ولا مش عارفاها؟ 23. نشوف، 3 في 7 ب 21. رقم باء، رقم باء. ماشي، سمعتك. ماشي، 21 زائد 4 تبقى 25. لما نطرح من 25 2 فعلا 23. ممتازة يا هدى. يلا يا فاطمة، أي المعادلات التالية بتحقق خاصية الإبدال في الضرب؟ مين في دول بتحقق خاصية الإبدال يا فاطمة؟ نسيت الإبدال في الضرب. اه، دال ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ دال هاي دال دال، لا ألف 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 طبعا، ألف 6 في 9، هي 9 في 6، بدلنا هنا. لكن دال دي خاصية الدمج، دال دي اسمها دمج، لما نشوف أقواس تبقى دمج مش إبدال. تمام. وجيم اللي هي خاصية المحايد الضربي هو الواحد. هو واجب اطبعها. تمام. اللي بعده، يلا يا شام، يلا يا آدم. أصغر عدد مكون من 6 أرقام يا آدم هو مين؟ عدد مكون من 7 أرقام 6 أرقام. هو 100,000. صح، ممتاز يا آدم. يلا يا شام، أي مما يلي مضاعف مشترك للتسعة و11 مع بعض؟ 9 × 11، 9 × 11 صح، 11 في 9 بكام؟ أكيد. 9 × 1 9، بعدين 9 × 1 بيساوي 99. 99. 9 في 11 ب 99، 8 في 11 88، 7 في 11 ب 77، 6 في 11 ب 66، وهكذا. يلا اللي بعده، يلا يا أدهم، تقريب العدد ده الأقرب 10,000، قربه الأقرب 10,000 يا أدهم. ثانية، فين خانة ال10,000؟ اللي هي التلاتة، هنقف عندها ونشوف اللي قبله كريم ولا بخيل. أربعة بخيلة، فالكل هينزل الصفار يعني. صح، 30,000. شاطر يا آدم، يا أدهم. يلا اللي بعد، 9 لتلاتة و575 ملي يا هدى. ها يا هدى، خمس، نعم، يلا يا ماما، يلا 9 لتلاتة و575 مللي. السؤال سهل، هيكون رقم جيم.
3000. احنا هنا يا حبيبتي رقم ج مليون لا وتسعمية أربعة قصدي وثمانين لا ازاي؟ لا غلط، 10 يا حبيبتي 9 لترات، هو اللتر فيه كام تسعة مللي؟ آلاف خمسمية خمسة وسبعين أيوة، ألف. أمال ايه انت مالك كده؟ قلتلي جيم ليه؟ السؤال اللي بعده يا فاطمة، سؤال رقم 11، نعم، 11. القيمة المكانية للرقم 5 في العدد هي 5 هنا مكانها فين؟ عشرات الملايين. 10 الملايين. شاطرة يا فاطمة. السؤال اللي بعده، يلا يا هشام، 125/5. مش أنا أول أزهق آدم. آدم، يلا يا آدم، 125/5. 25 ميسا وخمسة خمسة وعشرين كيف؟ 25. 125/5 فيها 25، لحد قسمتها. طيب تعال ناخدها كده اسم مطولة ونتأكد حل آدم صح ولا غلط. بناخد أول حاجة الواحد بس نقسمه على 5، بس الواحد أصغر من 5 ما ينفعش، فباخد الاتنين تسعة بيبقى 12/5، اللي هي أقرب حاجة إن 2 في 5 بـ10. نطرح 2 ناقص 0 2، 1 ناقص 1 0، ننزل اللي عليه الدور الـ5، هلاقي إن 5 في 5 بـ25. خلاص كده المسألة خلصت، يبقى فعلا الناتج 25 زي ما قالت الآية. ممتاز يا آدم. يلا يا هشام، إذا كان عدد سكان إحدى الدول بس ستة ما فيش وخمسين حد حبيب ينسى. يوسف 20,033، أنا عايز القيمة المكانية للست ملايين. القيمة المكانية للستة الملايين صح. اللي بعده، أي مما يلي يا أدهم بيمثل 35 ضرب 6؟ 30 في 6 في غلط. غلط يا أدهم، غلط. إجابتك مش صح. الإجابة الصح هي مين؟ هي دال، لأن 3 في العشرات بـ30 هتتضرب في الـ6 الآحاد، وبعد كده نجمع عليها الـ5 الآحاد في الـ6 الآحاد، يبقى 30 في 6 زائد 5 في 6. اللي بعده، يلا يا هدى، أي المعادلات التالية تحقق قاسية الإبدال في الجمع؟ يلا يا هدى، مين في دول إبدال؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ يا هدى طلعت؟ لا موجودة اهو يا هدى، المايك مقفول. هدى انتي قافلة المايك وقافلة الكاميرا الاتنين. ممكن ينسى ان النت يبقى معلق عندها. طب ابعتي على الشات نس الإجابة. رقم دال ده دال صح يا هدى. طب ما النت اهو شغال حلو، صوتك حلو، من ايه علقتي انت ليه؟ ماشي يا هدى صح. ده يلا يا فاطمة، وانا فاهمة. نعم يا مس. نموذج مساحة المستطيل المقابل يوضح حاصل ضرب 20 في 29، فإن قيمة العدد المجهول هنا يبقى إيه؟ هنا الأول هننزل يا صفر، أيوه هننزل صفار ونضرب الأرقام. نزلنا الصفر بتاع 20 وهنضرب 2 في 29. 2 في 9، 20 2 في 2 في 9، 29. 2 في 9 بكام يا ماما؟ 2 في 9 ب 18 طيب أما أنت واتنين بتقولي إيه؟ خلاص خلصت، هو بس اتنين عايز اللي في ستة. المستطيل ده. ما هو المستطيل الأولاني ضربنا الـ20 في الـ20، ما هو المستطيل اللي فوقها 20 في 20، المستطيل التاني الـ20 هتتضرب في الـ9،
يبقى العشرين دي راحت اتضربت هنا وراحت اتضربت هنا، مية وتمانين. ومش عايز الناتج مجموعهم، وعايز قيمة العدد المجهول بس اللي في الخانة اللي فيها القط دي المستطيل الناقص 180. يلا يا آدم، ايوه 35 في صفر بصفر، أي حاجة ضرب صفر بصفر، دي خاصية الضرب في صفر. يلا يا هشام، 24 على 3 ثلاثة فيها ثمانية 8. يلا يا أدهم، العدد الأولي له عاملة عاملان فقط، نفسه والواحد، إيه هما العاملين دول؟ نفسه والواحد. يلا يا هدى، من مضاعفات العدد 9، إيه هي مضاعفات التسعة يا هدى؟ مين من دول من مضاعفات التسعة يا هدى؟ افتحي المايك وخليكي جاهزة على طول. 18 18، شاطرة يا هدى. يلا يا فاطمة، العامل المشترك الأكبر للستة والاتناشر. أشوف كم كان في كم يديني 12 وكم في كم يديني 6 أيوة شاطرة يا فاطمة، عسل. كم كم عوامل ال 2 في 12، 6 ب 12 2 في 6 ب 12 واحد في 12 الأول ب 12، بعد كده ناخد الاتنين في ستة، وبعد كده ناخد التلاتة في أربعة، بناخدهم بالترتيب، الأول واحد في كذا، اتنين في كذا، تلاتة في كذا، والستة واحد في ستة، وبعد كده اتنين في تلاتة. يبقى كده مين هو العامل المشترك الأكبر؟ عامل مشترك يعني موجود هنا وهنا ويكون أكبر واحد، يعني احنا هنلاقي مشترك الواحد فوق هنا وهنا، وهنلاقي الاتنين هنا وهنا، وهنلاقي التلاتة هنا وهنا، وهنلاقي الستة يبقى فوق. ثلاثة لا ازاي احنا ستة بنقول المشترك الأكبر يبقى الست؟ عدد عوامل العدد 12 يا آدم، جيب الأول عوامل ال 12 عشان تعرف عددهم. ايه هي عوامل ال 12 لسه قايلينه؟ واحد في 12 والاثنين في ايوه، 6 وتلاتة والثلاثة في في أربعة، 4 دول كام بقى عددهم؟ واحد و12 و3 و6 و4 و5 5 كل ده بتعدهم؟5 ايه؟ 5 خمسة ازاي يا ابني؟ لما انت بتقول واحد في 12 ادي كده اتنين، وتلاتة في اربعة ادي كده اتنين تانيين، واتنين في ستة ادي كده اتنين تانيين، ازاي خمسة؟ اتنين واتنين واتنين يبقوا في ستة. خمسة منين يا ادم؟ في ايه؟ ما تركز. خمسة ازاي يعني؟ احنا قلنا العوامل صح، غلطنا في عدهم. عوامل ال 12، واحد في 12 ب 12، اتنين في ستة ب 12، وتلاتة في أربعة ب 12، دول خمسة ازاي؟ دول ستة أرقام قدامنا اهو. يلا يا هشام، مستطيل طوله يساوي 20 سنتي، والعرض بتاعه 10 سنتي، يبقى مساحته إذا نضرب الطول في العرض عشرين شاطر يا هشام، مساحة المستطيل زي ما هشام قالت الطول ضرب العرض. ها، 20 في 10 عشرين بعشرة نزل السفينة نضرب الأرقام 2 بـ1 200 شاطر يا هشام. يلا يا ادهم، 713 زائد صفر هي هي 713، دي خاصية الايه؟ ابدال ولا الدمج ولا أنت العصر؟ ومحد الجواب شاطر يا ادهم، فعلا هي المحايد الجمع. اللي بعده، ها يا هدى، مع عمر مبلغ 4500 جنيه بعد عامين المبلغ تضاعف، اللي معاه 10 اضعاف، يبقى يملك دلوقتي قد ايه؟ 45 ألف شاطرة يا هدى، صح، 45 ألف. يلا يا فاطمة، نعم 82 في 45 بيساوي 82 في كام؟ 82 في 45 صح، هو ال45 هي اللي ناقصة، فنكتب ال45. طيب اللي بعده، يلا يا آدم، رفع طول ضلعيه 5، يبقى المحيطه المحيط محيطه
مربع طول ضلع هي 5 يبقى محيطه الطول الضلع ده في 2 اللي هو 5 زائد 5 هو 10 عرض في ايه؟ 2 هو المربع عنده عرض؟ ايه؟ عرض ايه؟ عرض ايه يا ادم؟ عرض ايه؟ هو ايه؟ المربع عنده عرض؟ لا طول زائد ثانية، عرض اتنين ايه؟ هو أصلا كل أضعاله 5، اضلاعه، كل اضلاعه قد بعض 5، وهو عنده كام دل؟ 4، يبقى 5 في 4، محيط المربع طول الضلع في 4. محتاج تحفظ القوانين كويس. يبقى 5 في 4 ب20.